سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. بطل حلقتنا اليوم هو فنان مغربي أمازيغي ارتقى بالفن الشعبي باش يوصلوا للمرتبة العالمية. هو كيتعتبر مطور الآلة الوتار، حيث الوتار في واحد الوقيتة كان كيكتفي غير على وسيلة تكسب من الحافلات العمومية ومن الأسواق الشعبية. هو قدر أنه يوصل بآلة الوتار وبصوته الشجي والرطب والعذب للميكروفونات العالمية. بطل حلقتنا اليوم هو الفنان الأمازيغي المغربي محمد أرويشة. ناديتك بالليل بالليل وضي القمر نقضي مسمان سنة وكلوتا وانت ألقت تراث بلادي قلبها صار. ناديتك بلسان من خلى الحبيبة وصار ناديتك بر. الاسم ديالو هو محمد الهواري، ومن الاسم ديالو كيتبين لنا ان الاصل ديالو من قبائل هوارة، وبالضبط من جماعة الكفيفات نواحي ولاد تيمة تابعة لإقليم تارودانت بجهة سوس ماسة. العائلة ديالو غادي تنتقل للخنيفرة وبالضبط لمدينة مريرت. هو محمد بن مولاي الحسن بن سيدي محمد بن مولاي إبراهيم. الأم ديالو هي لالة عيشة بنت مولاي الحنفي بنت مولاي حمد. تزاد محمد رويشة في مدينة مريرت سنة 1950. كأي طفل في السن ديالو غادي يلتحق محمد رويشة بالمسيد ديال الدوار ديالهم، ومن بعد غادي يلتحق بالمدرسة الابتدائية اللي غادي يدرس فيها لغاية سنة 1961. لأن ظروف الأسرية كانت جد صعبة، وكذلك ما نساوش حبه للفن والغناء كانت من أهم الأسباب اللي غادي تخليه يغادر المدرسة وهو في سن مبكرة. رغم النباهة ديالو كذلك الذكاء ديالو اللي كان كيتمتع بها الطفل محمد رويشة، إلا أنه غادي يقرر ما يكملش الدراسة ويتجه للفن من أجل الموهبة اللي كانت عنده، وكذلك من أجل كسب القوت اليومي ديالو والأم ديالو. تأثر سيدي محمد رويشة بالتراث المغربي وكذلك بالفنانين والمطربين المؤديين ديال هذا التراث هذا الجميل جدا. وكان من أبرز الفنانين اللي تأثر بهم محمد رويشة بحال محمد الغازي حمو اليزيد. وكان هم رويشة هو إحياء التراث المغربي وكذلك التعريف به. إلى قلنا رويشة فهو اسم مركب من جوج الكلمات أمازيغية، هي روي والمعنى ديالها هي باللغة العربية أمزج أو خلط، والشا هي كتعني الشيء أي بمعنى كان مزجو بين أنواع الفنون اللي كان كيحبها فناننا محمد رويشة. غادي يتلاقى محمد رويشة صدفة بصديق الطفولة دياله، هو كذلك لاعب ديال فريق شباب خنيفرة اللاعب محمد العلوي. هذا الأخير اللي غادي يعجبه الصوت ديال محمد رويشة وغادي يآمن بالموهبة ديالو كذلك بالفن اللي كيقدمه رويشة. فغادي يمشي عند المسؤولين في الإذاعة الأمازيغية وغادي يقترح عليهم هذا الموهبة الجديدة اللي جاية من مريرت، وكانت البداية ديال تسجيل أول أغنية لسيدي محمد رويشة سنة 1964 في مدينة الدار البيضاء مع محمد ريان. سيدي محمد رويشة اللي غادي يسجل أول أغانيه وهو في عمر 14 سنة، غادي يستمر في الغناء وفي العزف وكذلك إحياء الحفلات والأعراس حتى سنة 1976، العام
اللي كانت فيه البداية الحقيقية والاحترافية في الحياة الفنية ديال محمد درويشة، حيث بدأت شركات الإنتاج في التواصل مع هاد الموهبة الجميلة، وبدأ محمد درويشة في إنتاج أغنيات جديدة للألبوم الأول ديالو. 4 سنين بعد ذلك كان درويشة ولأول مرة في حياته وفي مشواره الفني والمهني على خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط أمام جمهور عريض. هذه الليلة غنى درويشة أغاني أمازيغية وكذلك باللهجة المغربية، بحال أغنية شحال من ليلة وعذاب وأغنية أكي الزورخ أسيدي ربي جود غيفي. هو الألبوم اللي عرف انتشار واسع للمحبين ديال محمد درويشة داخل المغرب وكذلك خارج المغرب. درويشة اللي مزج ما بين اللون الأمازيغي المحلي وكذلك الوطني في قالب أمازيغي مغربي جميل جدا، واللي تميز بالبساطة لأن درويشة كان معروف بالتواضع دياله وبالبساطة دياله وكذلك بالأخلاق العالية دياله. درويشة اللي ما كانش كيجري وراء الشهرة والانتشار وأن يعرفوه الناس بقدر ما كان كيبغي يعرف بالفن دياله وبآلة الوتار وكذلك بالأغاني دياله اللي كان كيآمن بها. اشتهر الفنان المغربي الأمازيغي بعزفه على آلة الوتار، هاد الآلة المغربية القحة الأصيلة اللي كانت معروفة بثلاثة ديال الوترات. سيدي محمد درويشة فهو غادي يضيف لها وترة رابعة لأول مرة، هنا غادي يتبدل الصوت ديال آلة الوتار وغادي يولي عنده واحد الجمالية واحد القابلية عند المتلقي، وشاف أنها كتعبر على الثقافة والألوان الموسيقية المختلفة اللي بغى هو يعزف بها. بزاف الناس كيقولوا بأن الوتار آلة أمازيغية أو آلة ديال الأطلس، شفنا درويشة كيعزف بها أغاني فريد وأغاني أم كلثوم، أغاني مغربية، أغاني سوسية، أغاني حسانية وكذلك الملحون الأندلسي والمرساوي والأمازيغي. درويشة ما كانش غير فنان، كان مبدع وعازف من الدرجة الأولى على آلة الوتار وكذلك آلة العود. محمد درويشة اللي غادي يتشهر بأغانيه الحزينة واللي كتعبر على الحب وكذلك على العاطفة ديال المتلقي، لأن كل ما كيخرج من القلب كيوصل للقلب. محمد درويشة اللي قلنا أنه كان محب لآلة الوتار حيت من صغره وهو كيمشي للغابات ديال جبال أطلس الشامخة الممتدة عبر المغرب وتونس والجزائر. إذا كانوا المصريين كيفتخروا فريد الأطرش وصوته العذب وعزفه على آلة العود لأنه كيتلقى بملك العود، فاحنا كمغاربة كنفتخروا وكنعتزوا بعازف على آلة الوتار اللي هي آلة مغربية أصيلة قحة كيف ما قلت، ولهذا فكان لقبوه ملك الوتار أو فريد الأطلس. وفي نهار 17 يناير 2012 وبعد وعكة صحية غادي تلم بالفنان الكبير سيدي محمد درويشة، غادي تشوفة وغادي تدفن بالقرب من القبر ديال الأم ديالو في مريرت. درويشة اللي خلى إرث وطني خالص، ما كاينش واحد اللي يقدر يوصل الموهبة والصوت ديال محمد درويشة ويبدع في أهم الأغاني اللي غتبقى عايشة لمدة طويلة من الزمن، بحال أغنية إيناس إيناس. هاد الأغنية اللي اقتبسها محمد درويشة من الأغنية الشهيرة لأم كلثوم يلي رضاه أوهام. قدم درويشة بزاف ديال الأغاني الأمازيغية ماشي غير في العزف أو في الغناء، لكن كذلك في مضاهي الحياة وفي نوع الأغاني اللي قدمها للجمهور دياله وغنى فيها للوطن وللأم وللانتماء وكذلك للغربة. وكان كيشوف درويشة أنه كيقدم فن خاص به بوحديته وكيعتز به. رحم الله الفنان المغربي الأمازيغي سيدي محمد درويشة. سيدنا حلقتنا ديال اليوم سالت، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. خليت لكم لهنا والراحة.
ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.